في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد، وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، مش ناس وشخصيات بس، احنا هنلف مصر كلها نحكي عنها وعن ناسها الطيبين، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. من أجمل الأفلام اللي اتصورت على كورنيش النيل فيلم حكاية حب، اللي غنى فيه عبد الحليم حافظ لمريم فخر الدين أغنية بتلوموني ليه. وطول عمر كورنيش خصوصا حي جاردن سيتي المطل على النيل كانوا جزء من القاهرة الساحرة في أيام عزها. اللي نازل للوالدة باشا. انت بتقول ايه يا عم؟ انت بتنادي على ايه؟ مين الوالدة باشا دي؟ وفين قصر الدبارة يا اخينا؟ سلامت الشوف، انت في جاردن سيتي يا جبرتي. ما انا عارف يا سامر، لا تعرفني شوارع المعروزة ولا ايه؟ ما انا قلتلك قبل كده حافظها شارع شارع وحارة حارة، من سيدة قصر الدبارة. ايوه بس دلوقتي مفيش قصر الدبارة خلاص، هدوه من زمان يا اخويا، وبقى مكانه دلوقتي فندق شيبرد. انا كنت جاي لك النهارده وفي بالي والله العظيم احكي لك على حكايه القصر اللي كان في اجمل منطقه على نيل المحروسه، وكمان حكايه صاحبته الاميره بنت الهامي باشا من خلوي عباس حلمي. طيب لما هو قصر الاميره امينه، ليه سموه قصر الدباره؟ ايه علاقه الدباره بالقصر؟ لا ما الدباره دي كانت نكته طلعها المصريين على القصر لما سكن فيه اللورد كرومر الحاكم الفعلي ايام الاحتلال الانجليزي. المصريين يا سيدي اعتبروا القصر ده مقر الدبارة اللي ماسكها كرومر وبيحرك بيها الخدمي في عبدين. ما هي المحروسة في الوقت ده كانت بتتحكم من قصرين، قصر الدبارة وقصر عبدين. مش الأميرة أمينة دي كانت متجوزة الخدوي توفيق وكانوا بيسموها أم المحسنين؟ عليك نور، وكانت ست طيبة ومشهورة بأعمال الخير. وعلى فكرة الشارع اللي ورا القصر كان اسمه شارع الوالدة باشا، وكان في أوله تمثال للأمير إلهامي ابن الخديوي عباس، شالوه وحطوا مكانه تمثال سيمون بوليفار وسموا شارع أمريكا اللاتينية. غريبة جدا يا أخي الكلام ده، مع إن الشارع ده فيه سفارة أمريكا وسفارة إنجلترا ومالوش علاقة خالص بأمريكا اللاتينية. هو تخيل، ما أنا بقولك أسامي شوارع مصر فيها العجم. ومع ذلك تصدق صاحبي إن سكان جاردن سيتي القدام لسه لغاية النهاردة بيسموا الشارع شارع قصر الدبارة، وفي ناس بتعتقد ان قصر الدبارة هو القصر اللي فيه حاليا السفارة البريطانية. معلوماتي ان فندق شيبرد القديم اللي كان في ميدان العتبة لما اتحرق في حريق القاهرة في يناير 52 اتنقل لمكانه الحالي اللي كان في الاصل ارض قصر الدبارة. بس ايه اللي حصل لقصر الدبارة القديم؟ في نص الاربعينات كده اتباعت محتويات القصر في مساد عالمي كبير قوي، اشترى اثرياء المحروسة مقتنياته والتحف اللي كانت فيه، وبعد كام سنة اتهد القصر وعلى الجزء الجنوبي من الأرض اتبنت أشهر عمارتين في جاردن سيتي، إيزيس وأوزوريس. طب تعرف ليه بقى جاردن سيتي يا جابرتي اتعملت شوارعها دائرية زي المداها؟ ليه يا عمنا؟ نورنا الله ينور عليك. شفت بقى؟ أهو أنت دي ما تعرفهاش، أنا اللي هقول لك بقى، واديني بقى فرصتي أهو. خد مساحتك يا باشا، يلا انطلق. شوارع جاردن سيتي يا سيدي اتعملت دائرية مش مستقيمة بالطول والعرض زي شوارع وسط البلد، عشان كانت وما زالت حي السفارات، وكان فيها السفارة البريطانية اللي كل شوية تروح عندها مظاهرات طلبة جامعة فؤاد وتلاميذ المدرسة الخديوية، فكان سهل على الأمن تشتيت المظاهرات وتفرقها في شوارع جاردن سيتي الدائرية، والطلبة يلاقوا نفسهم بيخرجوا تاني من الشوارع اللي دخلوا منها. فهمت بقى؟ طب ايه رايك بقى اني الاول مره اعرف ليه شوارع جاردن سيتي زي المتاهه والناس بتوه فيها؟ الله عفارم عليك بجد يا عمور، النهارده انت عامل شغل عالي عالي. شفت بقى جبرتي، ما هو مهما كنت عالم برضو ناقص علام. انا متعلم يا معلم، او انت النهارده استاذ ورئيس قسم جاردن سيتي. هي فعلا جاردن سيتي حي القصور والبشوات والسفرات. ها؟ لا ابدا ابدا، ده ولا حاجه يا رمضان افندي، ده اقل حاجه عندنا يا حبيبي، ولسه ما هتشوف لما نكمل بكره جولتنا ونكمل حكايتنا في شوارع المحروسه. كلمه ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.